بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الأجواء المباركة وفي هذا اليوم الرباني الأبلج، حضرت ساكنة إقليم والذهب برئاسة الوفد الرسمي الذي ترأسه السيد الوالي لحضور صلاة عيد الأضحى المبارك بالمنتزه الجهوي بمدينة الدخلة. تلك الجموع الغافرة التي لبت نداء ربها وحضرت إلى هذا المصلى لما يزيد عن 5000 مصلي ومصلية تقريبا، وقد تناول الخطيب مجموعة من الأمور التي يجب على المصلين اتباعها سواء في الأضحية أو سواء في العلاقات وصلة الرحم. نتمنى كافة المسلمين أن يعيد أمثال هذا العيد عليهم وعلى أمير المؤمنين، وأن يبقى دائما المغرب بلدا مسلما متمسكا بمذهبه وبعقيدته، والله ولي التوفيق والسلام.